الموضوع الأول الذي أريد أن أناقشه هو موضوع الراوتينج. الراوتينج يعني التوجيه، التوجيه بالنقاط لصفحات. ماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة لنذهب إلى الجيت هاب على سبيل المثال. فالجيت هاب هو موقع فيه أكواد كثيرة واسمه github.com. لكن إذا أردت أن أذهب مثلا لحسابي على الجيت هاب، فسأقوم بكتابة سلاش واسمي نورس، فسيعرض لي المشاريع التي أنا قمت بها ورفعتها لجيت هاب. جيد، فهنا حدث نوع من التوجيه، يعني مجرد أنني أطلب اسمي أو أطلب هذه النقطة من موقع الجيت هاب فهو سيعرض لي صفحة فيها هذا الشيء. فلنحاول أن نقوم برسم ذلك حتى لو كان رسمي ضعيف، فأتمنى أن تصبروا وتتفهموا الموضوع وتحاولوا أن تأخذوا مفهوم من هذا الشيء. فإذا الفكرة بالراوتينج هو أن نذهب لنقطة معينة، يعني سلاش نقطة معينة، ومثلا نذهب للنقطة هذه. مثلا أريد أن أذهب إلى image، فمجرد أنني أذهب لسلاش image سأقوم أنا من المتصفح هنا سأطلب من السيرفر الذي أريد صورة مثلا، وبالتالي هو سيعرض لي هنا صورة. هذا الشيء حصل على جهة السيرفر، وهذا الشيء هنا حصل على جهة الكلاينت أو المتصفح. المتصفح هو الكلاينت، وهنا المتصفح هو الذي يقوم بطلبات. يقوم بماذا؟ بطلبات request. جيد؟ request. والسيرفر هو الذي يقوم بماذا؟ يعطي استجابات التي هي اسمها responses أو response. فالفكرة الآن بموضوع الراوتينج هو أنني أنا كشخص زائر لموقع معين أطلب نقطة معينة، وكنتيجة لذلك أطلبها من السيرفر، والسيرفر يعيد لي استجابة معينة. فالراوتينج مرة أخرى هي طلب نقطة معينة من السيرفر، والسيرفر سيقوم بالاستجابة لي. فإذا طلبت صورة سيعطيني صورة، إذا طلبت حسابي على جيت هاب سيعطيني حسابي مثلا. جيد؟ طبعا الرابط يكون، لاحظوا نحن نكتب سلاش وثم الاسم أو النقطة. هنا ماذا يفترض أن يكون؟ هو اسم الموقع، مثلا google.com، github.com، youtube.com. فإذن هنا رابط الموقع، وهذه هي النقاط، وهذه هي النقاط الفرعية التي يتم طلبها. فموضوع الراوتينج بأي إطار عمل، إن كان بلارافال، بجينجو، ببايثون، بأي إطار عمل تستخدمه أو بأي تقنية تدير مثل هذا الموضوع، فموضوعه بكل بساطة هو أن كيف نبني هذه النقاط جيد مع شيء معين نريد أن نعرضه. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أنا كشخص مطور لهذا الموقع، فأنا بكل بساطة سأقول الشيء التالي. سأقول عندما يأتي الشخص ويزور مثلا هذه النقطة، يزور مثلا نقطة بوست واحد، فأنا سأعرض له المنشور واحد. فأنا كمطور يجب أن أربط بين هذه النقطة والشيء الذي سيتم عرضه للشخص. الآن سنبدأ ببناء شيء مثل هذا بلارافال، لكن الشيء الذي سنقوم به أننا نريد أن نبني موقع سنسميه الحكمة اليومية أو حكمة يومية أو حكمة كل يوم. وفكرة هذا الموقع أننا نريد أن نظهر مجموعة من الأقوال في هذا الموقع. فعندما يزور الشخص كوتس بهذا الشكل، أي الحكم بهذا الشكل أو الاقتباسات، نريد أن نعرض له قائمة من هذه الاقتباسات. وإذا قام الشخص بزيارة مثلا كوت واحد، نحن نريد أن نعرض له الحكمة الأولى وبهذا الشكل. فإذا هذا الشيء الذي نريد أن نقوم به اليوم، هذا بالرسم، كيف سيكون بالكود؟ فبكل بساطة لعالجة هذا الموضوع سنذهب للكود الخاص بنا. فيفترض أن كما قلت في البداية يجب أن يكون لديك مشروع لارافال للتو موجود ومثبت لديك. هذا المشروع أنا لم أكتب به أي شيء، هو بكل بساطة هو يكون بهذا الموضوع. فأنا لن أشرح مثلا كل مجلد ما هو، لا، سأشرح فقط الذي يخدمني بالمشروع الخاص بي. فلا داعي أن أعرف كل شيء حتى أقوم بتنفيذ الشيء أو الفكرة التي لدي.
فأنا أعرف فقط وأتعلم ما أحتاجه لتنفيذ ما أريد، والشيء الذي أنا أحتاجه فعليا هو مجلد راوت، من اسمه راوت، فإذا هو الشيء الذي فعلا أنا أريد. فلو ذهبت أنا لمجلد راوت الذي لدي، سأجد أن لدي هذه الملفات، ملف ويب وملف كونسل. إذا قمت بالذهاب لملف ويب، فإذا لاحظ وسأجد فيه هذه الجملة يوز كذا، وثم لدي هذا الشيء، هذا الكود مبدئيا سيكون غير مألوف، وهذا شيء طبيعي لأنك أول مرة تراه أو ثاني مرة تراه، لكن هو فعليا له معنى. فإذا ما هو المعنى؟ المعنى أن بكل بساطة لارافال هي إطار عمل، وبالتالي هي تعطيني أدوات حتى أستطيع إنشاء الأمور. فكما قلت أنا قبل قليل أن أنا أريد إنشاء رابط، أريد إنشاء نقطة، جيد، وهذه النقطة من خلالها سأعطي استجابة معينة. فلإنشاء هذه النقطة فأنا أحتاج كلمة route أو class route، ومن route هنا أنا سأطلب get method. فما هي ال get method؟ طيب الآن نحتاج لشرح آخر، ما رأيكم؟ هل نشرح شرح آخر؟ هيا لنكن كونوا صبورين. فمثلاً هذا موقع لارافال، لو قمت أنا مثلاً بإنسبكت إليمنت بهذا الشكل، وقمت بالذهاب لتبويب نتورك، وقمت بريلود بهذا الشكل، لاحظ الشيء الذي سيحدث هنا. شيء سنرى مجموعة من الطلبات التي تم طلبها، مثلاً دعونا فقط نرى الـ HTML هنا. فإذن ما الشيء الذي يحدث؟ لدينا هنا method اسمها get، فأنا طلبت هذا المتصفح، طلبت get من هذا الدومين، جيد، وحالة الاستجابة من السيرفر كان 200 سمح لي الدخول لهذا الموضوع. فعادة نحن كزوار عاديين للمواقع نتعامل بشكل أساسي مع method اسمها get. مرة أخرى، ما هي method get؟ نحن نطلب من السيرفر أن يعطينا هذه الصفحة لكي نراها، فقط نريد أن نعرضها ونراها. هذه الميثود الأساسية اسمها get، وبالتالي هنا ب موضوع الراوت قمنا بطلب get هنا، أو معالجة نقطة get، بمعنى إذا ذهب الشخص إلى السلاش فقط إلى جذر الموقع سيتم تنفيذ هذا الفانكشن وإعادة له هذا الشيء. أنا لن أشرح كثيرا بهذه النقطة، لكن الفكرة هنا لاحظوا أنه قام بإعادة شيء وفانكشن view، وتم إعطاء له كلمة welcome. ف ربما إذا فكرنا قليلا سنجد أن عندما ذهب إلى السلاش عرض هذا الشيء بناء على هذا الفكر يعني، وهذه المعلومة هكذا نفهم يعني، هنا هذا الشيء الذي تم عرضه هنا، نحن ذهبنا إلى السلاش المشروع إلى جذره، مجرد ذهبنا إلى هنا عرض هذا، فهذا يفترض أن يكون موجود بمكان معين، وأنا سأخبرك هكذا بلمحة بسيطة أين هو موجود. فإذا ذهبنا إلى مجلد الريسورسز، جيد، وثم إلى فيوز، لاحظوا هنا مكتوب فيو، وهنا لدينا مجلد اسمه فيو فيوز. إذا ذهبنا إليه سنجد هنالك شيء اسمه ويلكم، وإذا ذهبنا إلى صفحة ويلكم لنرى ما فيها سنجد فيها كل الـ HTML فعليا الذي تم وضعه هنا، جيد. فمثلا لدينا أعتقد لوجو الذي هو عبارة عن SVG، ها هي موجودة. وأيضا لو ذهبنا إلى هنا لاحظوا نفسها سنجدها موجودة هنا، هي SVG، صورة SVG. طيب ففقط أنا لا أريد أن أتحدث أكثر، لكن هذه هي فقط نراها كمعلومة بسيطة سريعة ونمررها برأسنا وننتقل للمعلومة التي تليها. الشيء فعلا الذي أردت أن أقوم به أنا فعليا هو ليس صفحة ويلكم أو هذه الصفحة الأساسية، أنا أردت أن أظهر الكثير من الحكم للشخص أو الاقتباسات في صفحة معينة. فبالتالي سأقوم أنا بكتابة هنا تعليق وأكتب quotes هكذا، وسأريد فعليا استخدام الراوت ومنه get method عادية، وهنا أريد النقطة التي أريد فعلا معالجتها هي النقطة الأساسية quotes هكذا، وثم سأقوم بإنشاء function بهذه الطريقة، جيد؟ نفس الطريقة السابقة، نفس هذه الطريقة، والآن سأسمي con. فإذا هنا إذا تم طلب هذه النقطة فما الشيء الذي أريد فعليا إعادته؟ أنا أريد أن أعيد فقط مرحبا فلنرى النتيجة. فأنا الآن لهذه الصفحة إذا ذهبت هكذا slash codes، ف
فلاحظوا ظهر لي هاي. ليس فقط أن يمكن أنني أقوم بعرض فكرة هاي فقط، يمكن أن أكتب HTML هنا، يعني ربما أكتب هكذا H1 وأغلق ال H1 وأكتب quotes website، بالتالي هنا سيظهر لي H1. لاحظوا، جميل جدا صحيح. فيمكن أن أظهر أكثر من شيء، يمكن أيضا أن أظهر سلسلة من الحكم، كيف ذلك؟ فربما يمكن أن أكتب هكذا، أنا أقوم بإنشاء output هنا، أبدأ dev وأغلق الdev بهذا الشكل، أنا أقوم بسلسلة من الoutput، جيد، وهنا مرة أخرى output، وأريد إضافة هنا H1، نفس هذا H1 سأكرره هنا، لكن هنا سأكتب output بهذا الشكل، وبالنهاية سأعيد الoutput، وأيضا أريد بعد إضافة الـ H1 يمكن أن أكرر هذا، أريد أن أضيف مثلا هنا خط أفقي horizontal line، فلنرى النتيجة. لاحظوا بهذا الشكل، يمكن أيضا أن أقوم بإضافة الحكم التي أريد، كيف ذلك؟ فسأكرر هذا، سأضيف UL وهنا أغلقها، وثم أضيف LI وثم أغلقها. أنا أعرف الكتابة صعبة الآن، لكن هذا هو L، لكن هذا نحن نتدرب بالمعلومة، فمرة أخرى لا تتذمر وكن صبورا بالتعلم. فهنا يمكن أن أكتب مثلا الحكمة الأولى وهذا أكررها هكذا، وأكتب الحكمة الثانية بهذا الشكل. فالآن لو عدت إلى هنا، لاحظوا الشيء الذي يحدث، لم يظهر أي شيء، لماذا؟ لم أحفظ، عفوا. إذن الآن تحديث، لاحظوا ظهرت لي الحكمة الأولى والحكمة الثانية، وإذا ذهبت إلى View Base Source حتى أرى، لاحظوا نفس الشيء. طبعا لم يظهر لي، لاحظ هنالك خطأ يظهر لي لأنني لم أحيط هذا بـ HTML، هذا سنتعلمه لاحقا، لكن الفكرة أن الـ HTML الأساسي تم كتابته، وهذا شيء جيد فعليا. طيب ماذا لو كان لدي مثلا أنا بعض الحكم التي أريد أن أعرضها؟ وفعلا أنا لدي، سأريكم إياها الآن. فمثلا لو سأغلق هذا الملف، جيد، فإذا الآن أنا بالراب مثلا، نحن نتعلم بالتدريج، فهذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الموضوع، لكن مبدئيا سنطبقها. سأنشئ هنا مجلد اسمه داتا بنفس مكان الراوت، وسأنشئ ملف فيه الحكم التي لدي، فإذا سأسميه codes.php، وهنا سأضع الحكم التي لدي. طبعا أنتم يمكنكم نسخها من الجيت هاب عندما يتم رفعها. فما هو هذا الملف؟ هذا الملف بكل بساطة هو عبارة عن array من الحكم أو الاقتباسات، وكل حكمة لها ID أو اقتباس، لها التايتل الخاص به أو الكود نفسها، والمؤلف الخاص بها، جيد. فأنا وضعت هذا، وضعتها أين؟ هنا مع الراوت بمجلد داتا، ولدينا هذا الملف. فإذا الآن سنعد لملفنا. فإذا الآن بدلا أن أكتب بهذه الطريقة، يمكن أن أجلب هذه الحكم التي أنا كتبتها بالملف، فبداخل هنا الراوت يمكن أن أكتب require مثلا data quotes.php بهذا الشكل، وهنا أجلب الداتا. فبدلا من هذه ال LI سأحذفها بهذا الشكل، وهنا يمكن أن أبدأ for each حتى، لأن لدي array وأريد التعامل معها فقط. فبالتالي هنا مرة أخرى سنجلب ال LI، وبداخل ال LI سنكتب output هكذا، جيد جيد، وسنأخذ نص الحكمة نصها بهذا الشكل. فيفترض الآن أن تظهر لي قائمة من كل الحكم لنرى. لاحظوا ظهرت لي كل هذه الحكم، ها هي التي لدي أو الاقتباسات كلها ظهرت لدي بهذا الشكل. فهذا ممتاز، شيء جميل فعليا كبداية، هو شيء جميل. ويمكن أن أضيف أيضا المؤلف، فيمكن أن أكتب هكذا، جيد، مثلا أضيف سبان هنا وأغلقها بهذا الشكل، وهنا سأكرر هذا، لكن أنا أريد المؤلف وهو هكذا. يمكن أن أعطي فراغ هنا هكذا output مثلا، وأضيف فراغ، فإذا لنرى النتيجة الآن. فإذا تحديث، إذا لاحظوا ها هو المؤلف. طبعا بدلا من الفراغ يمكن مثلا
أن أكتب داش حتى يظهر. فإذا لاحظوا ظهر الداش وها هو هذا المؤلف. يمكن أن أضيف له ستايل أيضا بداخل الإسبان، هنا أضيف ستايل عادي كأنها HTML عادية، ويكتب مثلا الكلر هو جراي. فإذا لنرى تحديث، فإذا لاحظوا ظهر الكلر جراي. جيد، فيمكن ذلك، يمكن أن أنشئ شيء كهذا. أيضا يمكن أن أجعل هذا هي عبارة عن ماذا؟ أجعلها عبارة عن يعني عن لينك، رابط. هذه الكلمة التي كنت أبحث عنها، عن رابط. فبداخل هنا الـ LI، جيد، بداخلها يمكن أن أكتب الشيء التالي، أن أكتب لينك، جيد، وأغلق اللينك هنا، أغلقه. فكيف سيكون ذلك؟ لاحظوا هنالك خطأ. ما هو الخطأ؟ يقول output is not defined، طبعا لأنني كتبته خطأ. جيد أن حصلنا على خطأ حتى يكون واضح بالنسبة لكم. فإذا الخطأ أنني، لاحظوا يعطيك لائحة من الخطأ، أن الخطأ هنا يحدده لك. فإذا هذا شيء جيد. فإذا يقول لك هذا الشيء الذي كتبته غير معرف لأنني كتبته خطأ. فإذا مرة أخرى تحديث. طبعا ها هي موجودة الـ A tag لكن بدون href أو بدون رابط، فبالتالي هنا سأضيف href هكذا مبدئيا، يكون عبارة عن هاش. فإذا لنرى هل سيظهر تحديث. نعم ظهر. فإذا الآن أصبح لدينا هذا كله عبارة عن روابط. طيب ماذا لو أردت مثلا أن عندما يتم النقر عليها أن يذهب للحكمة نفسها أو الاقتباس نفسها، صفحته نفسها؟ فالشيء الذي أريد أن أقوم به الآن، جيد، هو التالي. لاحظوا أنا قمت بإنشاء هذا الأول وأظهرت الحكم، الآن أريد أن أذهب للحكمة الأولى وأن يظهرها فقط هي. هذا الشيء الذي أنا يجب أن أنشئه الآن. كيف ذلك؟ قد تقول لي سهل جدا، ما عليك سوى أن تقوم بإنشاء راوت آخر، وكلامك صحيح، أحسنت. فإذا سنقوم بإنشاء single quote، وسهل جدا الشيء الذي سنقوم به، سنقوم بإنشاء راوت get، والنقطة هي quote. لاحظوا لكن الآن نريد أن نحصل على ID. مبدئيا سأكتب ID فقط مبدئيا، وهنا الفانكشن الذي لدي نفس الطريقة السابقة. كون فعليا الشخص سيزود الـ ID، فبالتالي أكيد يمكنني أن أحصل على هذا الـ ID. فيمكن أن أسميه هكذا code ID بهذا الشكل. وهنا فعليا هنا الشيء الذي سيحصل عليه، سيقوم بتزويده، أو الشيء العنصر الديناميكي، ديناميكي يعني الشيء المتغير بالنقطة، يمكن أن أحيطه بكيرلي بركت بهذا الشكل أو هذه الأقواس، ونكتب مثلا الـ ID أو مثلا كود ID. هذا الشيء نسميه ما نريد، لا مشكلة. فبالتالي مبدئيا يمكن أن نعيده نفسه. فإذا نعيد هذا الشيء نفسه فقط، نريد أن نعرضه على الشاشة. فإذا زود مثلا واحد، سنعيد واحد، اثنين اثنين. فبالتالي هنا لو قمت أنا بالنقر هكذا وكتبت اثنين، هل سيعيد؟ قال لي not found. طيب لماذا not found؟ لأن بكل بساطة أنا كتبت هنا بالمفرد، جيد، هي وكتبت هنالك جمع، أنا سأبقيها جمع بهذا الشكل. تبدأ النقطة بكوتس بهذا الشكل، وبالتالي هنا كوتس اثنين تحديث. فإذا لاحظوا ظهر لي اثنين. فإذا هذا الشيء صحيح. ولو كتبت مثلا هنا هكذا رقم كبير، لاحظوا سيظهر نفس الرقم. ممتاز. طيب الآن أنا أريد أن أجد الحكمة التي لها هذا الـ ID نفسه. من أين أريد أن أحصل عليها؟ من هذا نفس الملف الذي فيه الحكم، فيمكن أن أجلبه مجددا من هنا وأضعه هنا. تذكروا نحن نبني بالتدريج، وهذه ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الموضوع، لكن بالتدريج، فلا تبدأ بالانتقاد الآن. بعض الأشخاص ينظر لبداية الدرس وينتقد، يقول ليس هذا وليس ذاك. أصبر، كن صبورا، نحن نتعلم بالتدريج. فبداية نحن نريد أن نبحث عن هذه الحكمة، جيد؟ كيف نبحث عنها؟ فربما نحن نقوم بنفس الطريقة باستخدام for each، ونكتب هكذا نفس الكود السابق بهذا الشكل. ويمكن أن نقول إذا كان هذه الحكمة
الاي دي لها والاقتباس هذا الاي دي لها يساوي هذا الاي دي، فهذا يعني هذا الشيء الذي نريده. فبالتالي يمكن ان نكتب اف ستيتمنت هنا ونكتب ان اذا كانت هذا الاي دي هو نفسه الاي دي المزود فهذا يعني فعليا هذا الشيء الذي نريد. هذه هي الحكمة التي نريدها بهذا الشكل، هي هذه الحكمة. ممتاز، ويمكن أن نقوم ببريك حتى نخرج من هذه اللوب. بالأعلى يمكن أن نقوم بوضع مثلا بداية هذه الحكمة تكون فارغة، الاقتباس الذي وجدناه يكون فارغ، وبالنهاية نعرضه بهذا يعني هنا نأخذه ونخرج من اللوب. فإذا الآن خرجنا من اللوب. طيب الآن نريد أن نرى هل وجدوا، يعني بالنهاية إذا لم يكن هذا محقق أبدا ستبقى الاقتباس الذي حصل عليه سيبقى فارغ. بالتالي هنا سنكتب if empty، إذا بقي فارغ هذا يعني أننا لم نجد هذه الحكمة، لم نجدها. فسأكتب فقط، سأعيد return not found. غير ذلك فهي موجودة فعليا، وبالتالي سنعيد الشيء التالي. سنعيد، يمكن أن نكتب output جديد بنفس الطريقة ونبدأ مثلا ب dev وهكذا، نغلق ال dev ونفسها هذه نكررها هنا، لكن هنا سنكتب h1 ونغلق ال h1، وهذا فعليا سنكتب الشيء التالي أن هذه هي الحكمة التي أو found code وكود، هذه هي جيد. وبالنهاية سنعيد هذا الأوتبوت، سهل جدا، وهذا سأمسحها فقط. فإذا الآن لنرى هل الذي كتبته صحيح، فإذا not found، ممتاز. طيب أنا لو كتبت مثلا الثلاثة، لاحظوا ظهرت لي حكمة رقم ثلاثة. لو كتبت مثلا عشرة ظهرت لي حكمة، لكن لو كتبت رقم هكذا شيء غريب أصلا، لاحظوا not found. ب Laravel يمكن أن نقوم ب أو Laravel يمكن أن نقوم ب هنا بإعادة not found، يعني بدلا أن نعيد صفحة not found أو صفحة 404 بالتطوير الويب. إذا كانت الصفحة غير موجودة ففعليا الكود لهذا الموضوع 404 أو 404، فبالتالي يمكن أن أعيده بهذا الشكل باستخدام أبورت بهذا أبورت هكذا، وأقوم بإضافة هنا أني قم بالخروج ب 404 أو ب 404. هنا سيقوم الآن بعرض صفحة 404 الافتراضية فتحديث. لاحظوا هذه الصفحة أكيد يمكن أن نعدلها لاحقا، لكن هذه هي بالشكل الافتراضي. فإذا ممتاز. طيب ماذا لو أردنا مثلا هنا نقوم بإضافة رابط ليعيدنا للصفحة الأساسية، ما رأيكم؟ يمكن ذلك، لما لا؟ فبكل بساطة هنا عندما يجدها سأضيف هنا output آخر، سأبدأ A tag وسأغلقه، وهنا بالA tag سأكتب بداخله سأكتب مثلا go back to coach، وهنا بالتأكيد يجب أن أضيف href، والhref سيكون هو عبارة عن quotes بهذا الشكل. فإذا لنرى تحديث، لاحظ go back to quotes فأعادني إلى الكوتس هنا، لكن هذا بقيت غير محددة، لأن عندما يتم النقر هنا أنا أريد أن يعود يعني الاقتباس الأول، فبالتالي هنا أو رقم الاقتباس. فإذا هنا لدينا href، فإذا دعونا نعدلها أيضا. الhref سيكون بالشكل التالي، سيكون لدينا quotes هكذا وثم quote id، هذا هو الرابط الصحيح. فإذا عدنا مرة أخرى بتحديث، لاحظوا ذهبنا إليها، فإذا هذه 22، إذا ذهبنا إلى هنا هذا 27، go back يعود مجددا. فقمنا بإنشاء هذا التطبيق البسيط جدا، المصغر جدا، وتعلمنا الشيء كثير عن لارافال بخصوص الراوتينج. نريد التوضيح أكثر حول هذا الموضوع وإعطاء معلومات أكثر حول هذا الموضوع بالقسم الثاني من راوتينجز بالفيديو الذي يليه. فإذا شكرا لكم، مع السلامة.